فتحت مراد فاتح لعيينة سوى سفيان عن ابن الدينار وزهر بانا حسن شعيب البصري عن ابن حبحب الفتى الأزدي ليك صالحا في زوري فذا ابن كيسان الفقيه المثري فابن صهيب البنان اقتبس فذاك تنسي بلا اشتباه عن ابي هريرة ذا صغير مسعود والنافع فالعمر بابن ابي رباح المصابر فابن يسار المولد الميمونة ابن مسعود ابن غيس علقمة عن عمر الليثي نلت المكرمة محمد عن شعبة لا ينصب فغندر بن جعفر لا يحسب محمد عن شعبة لا ينصب فغندر سليمان بن جعفر بن ابي كثير لا بغندر عن سليمان بن جعفر زياد عن أبي هريرة فالجمح الغالب في التحريرة زياد عن أبي هريرة روى عن الضرير فاعرفوا كذا عن السنعان شيخ المعرفة وإن روى عن الضرير فاعرفا كذا عن السنعان ذاك ابن سلامين هو ابن كندي عن ابي هريرة محمد هو ابن سيرنا الفتى المسدد ومقاتلين اتى في المروز ابن المبارك عنيت تحرز ومقاتلين اتى في المروز ابن روى عن جابر
المنذر المشتهر فسمي نباه بالمنكدر ومبارك أتى محمود وابن غيلان الفتى المحمود ظريف يروي عن الشعبي فابن الظريف سامي بالكوفي كان جده هو الشخير في ابن حسين يعرف الأخير وثقه يسمى الحجبي عن أمه والظاهر لم يصب شام عن ابن سيرين الروى أخته فذا ابن حسن استوى أناس وابن زيد البهي أما ابن عروة روى عن أبي استوى شيخه إن بهما غتادة أيو يحيى انتما بجرج ما جنانهما ذاك ابن يوسف يخاص فيهما هم ابن يحيى عن قتادة وابن المنبي عن أبي هريرة ابن سعيد واسبا لتيمي وإن أتى عن أنس أو عمرا فذاك الأنصاري إمام الخبرة عن يوكيع عنه مهروى يحيى بن موسى البالخي بن توى نبي حازم جاء يعقوب والإسكندر الغار إذا منصوب نجبير يونس في ابن عمر عن حسن أوي ابن سيرين اشتهى عبيد وعن الزهري ذهب ابن يزيد سامي بالأيلي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. لابن عيينة تنسبا سفيانا عن ابن دينار وزهر بانا انسبا سفيانا سفيان نسبه أو النسبه لابن عيينة إن عيينة سفيان كون نسبه أو وحترها وسفيان ابن عيينة اللي عن ابن دينار وزهر بانا بانا حالو عدادي سفيانكو راويا حالو وحكورنا يو عن ابن دينار وزهر عبد الله ابن دينار يا امام الزهر تابعي وين الله ودا هدو وحكا قادو سفيان كان بخاري قد حديسا لغو ادلاقو ان لو ابترين ادوغو واحد اوغو ابتريسا سفيان ابن عيينة انو يهي او سفيان ابن عيينة لو لجهدو شيخ وحي ولي ودا روادي لغو إبهاميي كتابك صحيح البخاري ومقعودة اون لغو قاب صدي وآبوه دي نصبكو دي مدنا عن لشيغن قارهان وحان كو جرني كوي لغو سو ساري ولغو تمييزين ايي ولغو توضيحين ايي بالنسبة للشيوخ شيوخ دا اي وحكا قادين مركي لفيريو وحو كلو يا شيخ رحمه الله تعالى سفيان مربى هدي وحكى قادو ابن الدينار ابن الدينار وحول جدا عبد الله ابن الدينار عبد الله ابن الدينار هدو بشيخي سنقضو اما امام كي وينا امام الزهري تابعي قاها شيخي سؤون نقضو وحدو قاتا سفيان كاسي انو يهي سفيان ابن عيينة ومركا وسنقنين سفيان كي كالي او مدحا اسلقي لجيرين واسكو طبقاتنا يهيين
oo Sufyaan ath-Thawri Sufyaan ath-Thawri inuu sanahayn Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri inuu sanahayn loo jeedo Sufyaan ibn Uyaynata abwaab fara badan ayaa waxyaalahan oo dhan tadbiiqaadkooda iyo amfiladoodana waxaan ka heli doonaa kitaabka dhexdiisa insha Allah ta'ala adda tusaale ahaan ibn Uyaynahan Abdullah ibn Dinar iyo Zuhri wax ka qaaday abwaabta lagu sheegay waxa kamid ah baabu la yadri mataa yajiul madaru illa Allah tusaalaha baabku waa sunnoogu iman doona baabu la yadri ma oga mataa yajiul madaru roobku xilligu imanayo illa Allah ilaahi ma aha cid kale ma oga baabkaas wuxuu ku idlaaqay Bukhari hadathana Sufyaanu aan ibn Dinar iska yir waxaan ogaanaynaa marka Sufyaankaas inuu la jeedo Sufyaan ibn Uyaynata waxa kale oo idlaaqaas uu noogu iman doonaa iyo amsaladiisa iyo tadbiiqaadkiisa baabu nahyi an idaa'ati almal baabka la isaga nahyinayo maalka in la dayaco baabka gudihiisana Bukhari raximahullahu ta'ala wuxuu isaga ibhaamiyo Sufyaanko wuxuu dhihi doonaa xadathana Sufyaanu an ibn Dinaarin haddana marka waxaan ogaanaynaa marka Sufyaanka sheekhu inuu la jeedo Sufyaan ibn Uyaynata an Anas ibn Shu'ayb al-Basri an ibn Habhab al-Fata al-Azdi Shu'ayb idha rawa Shu'ayb Shu'ayb hadu wariyo an Anas Anas ibn Malik haqisa hadu wax ka wariyo huwa Shu'ayb kaasi al-Basri wa Shu'ayb al-Basri inuu yahay ayaan ogaan doona aani waxaan ula jeedaa Shu'ayb al-Basri marka aan leeyahay ibn Habhab Shu'ayb ibn Habhaban ula jeeda Al-Fata Sheikh dhalinta yaraayan ula jeeda Sheikh Al-Fata huwa Al-Fata Sheikh dhalinta yaraaw Sheikh Aso Al-Azdi ee qabiilkiisa Azdi loo nisbeeyay al-ma'ruf bi Abi Salih Al-Basri saasu kunyadaas uu aad ugu magac dheer yahay Abi Salih Al-Basri Sufyaanka hada baytka hada aanu soo marnay Sufyaanka Sheikh uu ku tawdiixinayay abiya fara badan noo soo socoto Sufyaanka qawaaciddiisu way dheer tahay laakiin waxa noo iman doona abwa fara badan oo hadana lagu garan doono tilmiidka isaga wax ka qaatay Sufyaanka wuxuu noo iman doonaa baytka ah wa mayisan Sufyaana min Sufyaana birrawi anhu fahfad albayana wa mayis Sufyaana min Sufyaana Sufyaan Sufyaanka kala kasoo birrawi anhu raawiga isaga wax ka qaaday ayaad uga soo ci kartaa fahfad albayana baytkaas aa qaacidadiisoo dheer Sufyaanku ay noogu iman doontaa insha Allah ta'ala laakiin sheekh meeshan uu soo gaabiyay halkana wuxuu rabaa sheekh inuu ka tawdiixiyo Shu'aybka lagu ibhaamiyay ama magaca nisbada aabihi aan la sheegin Bukhariga dhexdiisa wuxuu ku yiri Shu'aybka abtirsigiisa iyo waxa loola jeedo waxaad ku fahmi kartaa sheekha uu ka qaaday fiiri sheekha Shu'ayb uu ka qaaday haduu yahay Anas ibn Malik haduu yahay waxa loola jeedaa Shu'ayb ibn Habhab البصري المعروف بأبي صالح البصري أبي صالح البصري أم فيروين يتصالوين ككتابك نوغي من دونان أخرج حديثه البخاري في كتاب الجمعة كتاب الجمعة نوغي من دونا إدلاغاس وحوكالو نوغي من دونا كتاب النكاح وحوكالو نوغي من دونا تفسير سورة النحل سورة النحل تفسير كيدا نوغي من دونا أمثلة دينا كهر دعنو وحان نوغي في عن كتابك نحدي سبينا كوقادنو إن شاء الله تعالى قواعد كان نوحي آد أي النفع أغوية لن دونان qofkii qasiidadan ama nadmigan xafida qofkii nadmigay qasiidadan xafida markaan kitaabka dhex galno baahida qasiidada markaas la arki doona laakiin qasiidadan qofkii uun iska dul mara oo iska dhageysto oo iska calaamaysta wax faa'iido weyn u yaalamayso faa'iido weyn u yaalamayso markaa waxaan isku baraarujinaynaa inaan qasiidada xifdino oo kitaabka aan xifdino markii nadmigan aan xifdino markaas tadbiiqeedu noo fududaanaa oo xasuusanaynaa faa'iidadeed haddii kale laakiin waxa iska noqonaya wax uun risaalo la iska dulmaray oo aadan ka faa'iideysan wa in raayita saalixan fi zuhri fadabnu kaysaan alfaqih almusri wa in raayita saalixan saalix hadii aad aragtid fi zuhri raawiyan xaal saalixu uu wax ka wariyey fi zuhri cani zuhri imaamu zuhri xaggiisa isagoo wax ka qaaday saalix haddaad aragtid fadaa saalixani ibn kaysanow al-faqih faqih wa faqih su'al muthri ilmiga badna ay kathirul ilm wa faqih ilmiga badna ayu la jeeda sheekhu barka wa in raayita salihan salih hada aragtid raawiyan xaal salihu fi zuhri yani zuhri imamki zuhri xaqiisa wax ka wariyay fada salihani
ابن كيسان وصالح ابن كيسان الفقيه وفقيها سؤال مثري علم قبضنا ولي وحو وضع شيخ رجاشي لإبهامي أو بخارق إبهامي وحوك يرو بخارق قده سهديات كواركت صالح وان لو أبترين من هو صالح يو يهي صالح صالح وحاد فيرين شخيسة هدو يهي حدثنا ما أخبرنا صالح عن الزهري هدو الزهري وحكا قاضي صالح سبحانه نغنى صالح ابن كيسان الفقيه المثري أي كثير العلم وقد تكرر مرارا وكثيرا في صحيح مسلم. عبد العزيز إن روى عن أنس فابن سهيب البنان اقتبس عبد العزيز إن روى عبد العزيز هدو وحكا وريو عن أنس أنس حقي سوحكا قاتو أنس بن مالك ولجد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبد العزيز كو وعبد العزيز بن سهيب البناني اقتبس من هذه القاعدة من هذه القاعدة قاعدة كقلن دارو وصف عن وقفة إيديسو عبد العزيز عبد العزيز إن روى عن أنس أنس دو عبد العزيز وحكوريو فهو عبد العزيز وعبد العزيز بن سهيب البناني بناني هو قبيلة ديسي قبيلة دي شيخ اللون اسمه بنان اقتبس كقلن دارو من هذه القاعدة قاعدة كفاء إيديسو وحروا شيخ هدنا رحمه الله تعالى إنه هل كان كقلو عبد العزيز هدي لغو إبهاميو كتابك صحيح البخاري قدهيس وأن الله أبترين عدو يهنا أن الشيخين عبد العزيز هدي بخاري قدحيس لغو إدلاغو وحاد فيرن شيخي سواكما يوح كقاتي هدي لغو يراو حدثنا عبد العزيز عن أنس وحنوغان إن عبد العزيز كاينو لجيدو الشيخو عبد العزيز ابن سهيب البناني شيخ اينو لجيده وانا رجاشي صحيح مسلم كان وانو جري جري عبد العزيز كان عن مالك ان جاء عبد الله فذكت النيس بلا اشتباه ان جاء عبد الله هدو يمادو راويا عن مالك اسقو مالك وحكا قاتي امام مالك مالك ابن انس امام دار الهجره امام كي وينا اسقو عبد الله وحكا قاتي هدو يمادو فذاك عبد الله قاسي تنسي وعبد الله مقالة تنسي اللي روا مدينة بمصر ومقالة مصر دعدو مصر مقالوين خوستقى كمتاهاي وتنسي شيخ هر مصر هايو بلا اشتباه ليه قل حال وكسو قاني هاي عبد الله قاسو أو عليك دوش هذا أوسان كر ليه قلينو مربها الداد قاعدة اغاتيد او تفهمتيد كامر ليه قلي دونا عبد الله قاس إن جاء هدوي ماذو عبد الله راويا حاله وحكا وريي عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى هدو عبد الله وحكا قاتو فذاك عبد الله قاسي تنسي واي وهر تنس وقال هذا تنس اللو نسبة مدينة بمصر بلاشت باي حال عبد الله وكسو قنيا هاي عليك دوش هذا نقوصاً كرده قلين بلا خفاء عليك مكا قرسونا يا عبد الله قاسي ولي شيخ رجاشي الإبهامي ولي ترينه عبد العزيز هدي لغو إبهامي كتابك صحيح البخاري وحن لا يهي عبد الله عبد الله هدي لغو إبهامي كتابك صحيح البخاري وحاد في رسالة عبد الله الشيخي سات فيرين هدي عبد الله هدو بالنسبة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدو النقضو عبد الله صحابي هدي كتابك صحيح البخاري لغو إدلاغو وانسو قادني قاعدة ديسي لكن هدو حوي هدو سن عبد الله صحابي أهين عبد الله وان صحابي اهين كتابك صحيح البخاري هدي لغو ادلاقو شيخ سفيري هدو شيخ سفيري هاي امام مالك وامام مالك وحكا قاتي وحو ارجدا عبد الله بن يوسف الدميادي التنيسي عبد الله بن يوسف الدميادي التنيسي شيخ سو ارجدا وعن ابي هريرة ذا صغيري مسعودي او عن نافع فالعمري وعن أبي هريرة وذا وصغر ذا عبد الله كان تصغيره وصيغة التصغير فعيلة كوكينا وحاترا عبد الله كان عبيد الله عبيد الله يالو لجي ذا عن أبي هريرة إذا روى عن أبي هريرة هدو أبو هريرة وحكا قادنا وتصغيرنا إناه وحلنا هاي عبيد الله هو مسعودي هو إساقنا عبيد الله أبو هريرة وحكا قادنا ومسعودي أو ويسا مسعود لو نسبيه أو أمس عن نافع أو روى عن نافع هذا النافع حقي سوحكا ورينا فالعمري فهو عبد الله العمري عبد الله العمري ونسبة إلى عمر بن الخطاب ينتسب
إلى عمر بن الخطاب مركز وعمر يجي وصغير ذا عبد الله يجن تصغيري راويا عن أبي هريرة إذا روى عن أبي هريرة أبو هريرة هذو وحكقاته أبو هريرة وحكوريه تصغيري ومركا وحلي ذا مسعودي هو مسعودي ولي عبد الله يجي وشيخ توضيحينه وحن سامر عبد الله هذو إمام مالك وحكقاته إن لو لجده عبد الله بن يوسف والدميادي التنسي إن لو لجده هذه لكن عبد الله أبو هريرة وحكق هذا دائما النقطة كيم مصغر كها مصغر كيم نقطة عبيد الله المسعودي وعبيد الله صحيح مسلم كان نقص ولا بنجري وعبيد الله عبيد الله ابن عتبة عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي ساس نوع هنجري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي كاسوي مركا هذه أبو هريرة وحكق أو عن نافع هذو عبيد الله يقول نافع وحققاته استوى مصغر كيان وليكو سعناه قاعدين التصغير كاولين نصعته عبيد الله هذو شيخي سنافعي هنا وعبيد الله أنس بشيغانا سيدنا عمر بن الخطاب مركز كيم مسعود أووه ساها ماءها مركز وحوية وعبيد الله الذي كان ينتصب إلى سيدنا عمر بن الخطاب كي أنس بشيغانا يلو لجهده ميز عطان روى عن جابر بابن أبي رباح المصابر ميز عطان عضنك صع إن روى عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري هذو عد وحققات وعده وشخص وجابر نقضه بابن أبي رباح كصع ابن أبي رباح هسو المصابر صبر 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 هاي وفي طلب العلم علم قد طلب كيس كصبر هاي ميز سوء عطاء إن روى عن جابر جابر بن عبد الله الأنساري هذو وحققاته عدوه وحلو لجل هذا هاي بابن أبي رباح كسع عطاء ابن أبي رباح تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم يعني مثل أحبظ أنه قصوا لالابتي شيخ الحروين تمييزي عطاء من هو عطاء إذا أبهم في البخاري عطاء وكما هذي بخاري قال له إبهاميه وحاد فيرين شيخ وحققاتي هذي الشيخ يسوي النقوض جابر بن عبد الله الأنساري وحدها عضها سولو الجيدة عطاء ابن أبي رباح وإن روى عطاء عن ميمونة فابن يسار مولى ذي الميمونة وإن روى عطاء عضها دوريو عن ميمونة ميمونة حق هدوح كوريو فهو عضها سي وعضاء ابن يسار مولى ذي تن أدون كيداها تاسو الميمونة ميمونة أدون كيداها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وإن روى عطاء عدها دو وحكوري عن ميمونة مؤمنها دو وحكوري رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهو عضها سوى عضاء ابن يسار مولى ذي تنأدون كذا تاسو الميمونة أي ميمونة أهد الميمونة أي ميمونة أهد شيخ هذا هل كم حروا إنه كتم يزيو من هو عطاء إذا أبهم في البخاري عدى وكما هذي لقوا إبهاميه بخاري قد حديثة وحن سامرني هذو جابر وحكاق هذا إن لو لجهدو عطاء ابن أبي رباح هذانا هذي هذا رفتيساقو ميمونة وحكاق هذا وحادو قاني نامركا عطاء إنو شيخ ولجهدو عطاء ابن يسار مولى ميمونة عطاء ابن يسار مولى ميمونة إساقو نواسيدي وكالا تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم وكبو صحيح مسلم بدان كسو قادن جرني عن ابن مسعود ابن قيس علقمة عن عمر الليثي نلت المكرمة ابن قيس علقمة علقمة إذا روى عن ابن مسعود هذو عبد الله المسعود وحكى وريه وحكى قاته فهو علقمها وحلو لجدا علقمة ابن قيس عن عمر وإذا روى عن عمر هذو عمر وحكى قاتنا وحلو لجدا خليفك عمر سيدنا عمر بن الخطاب ولجدا الخليفة الراشدة فهو علقمها سي وعلقمة الليث نلت المكرمة وناك يا كرامة أدقارتي علقمة إن روى عن ابن مسعود هذا هو حققاته عبد الله بن مسعود فهو علقمها شيخ مركب ولجهد بخاري علقمة ابن قيس ولجهد علقمة ابن قيس عن عمر وإذا روى عن عمر هذا عمر هو حققاتنا فهو الليثي وعلقمة الليثي نلت المكرمة وناك يا كرامة أدقارتي شيخ وحروا هل كان هذا إنه كو إبهاميه إنه كو توضيحيه من هو علقمة إذا أبهم في صحيح البخاري
calqama waa kuma haddii lagu ibhaamiyo saxiix al-bukhari dhexdiis ka way calqamahaas wuxuu ku yiri sheekha waxaad fiirisaa sheekhii safiiri calqamaha hadduu calqamuhu wax ka qaato cabdullaahi ibnu mascuud saxaabigii jaliilka wax ka qaato calqamaha waxaa loola jeedaa calqamatu ibnu qays haddii laakiin sheekhiisu uu noqdo calqamo cumar sayidina cumar ibnu lkhadaab hadduu sheekhiisu noqdo waxaan markaa leenahay waa calqamatu ibnu waqaas alleythi calqamatu ibnu qays ma aha leythi markuu kuleeyahay aabbihiisu ulama jeeda waa nisbadiisu ula jeedaahe calqamatu ibnu waqaas leythi ula jeedaa calqamatu ibnu waqaas leythi mithaalka ugu horeeya waaba xadiiska ugu horeeyaba saxiix albukhaari tadbiiqiisu kan saasuu noo noqon maxaa yeelay isagaaba maragtaah sheekhu ku bilowdo calqama oo ka qaadaya calqamatu leythi can cumar ka qaadaya isagaaba kitaabka ku bilowdaba imaam albukhaari raximahu llahu tacaala muxamadu can shucbatin laa yunsabu fagundaru bnu jacfarin daa yuxsabu muxamadun muxamed laa yunsabu raawiyan xaal muxamed can shucba shucba xaggeeda wax ka qaatay shucbatin shicirkuu saa u yeeli maane naxwa ahaan waa can shucbata maalayn sarifu muxamadun muxamed can shucbata idaa rawaa can shucbata shucba hadduu wax ka wariyo laa yunsabu xaalaan loo abtirin oo muxamed layska idlaaqo abtiriskiisii aan la sheegin fa huwa muxamedkaasi waxaan leenahay waa gundar ibnu jacfarin ah waa gundarkii muxamed ibnu jacfar ulgundar wey daakan ayaana yuxsaba lagu xisaabiyaa muxamedkii daakan maxaa lagu ishaari ibnu jacfar ibnu jacfarkana yuxsabu huwa muxamedkii lagu xisaabiyaa saasaan ku xisaabaynaa inuu yahay muxamed ibnu jacfar almacruuf bigundar in loola jeedo muxamadun muxamed idaa rawaa can shucba hadduu wax ka wariyo laa yunsabu xaalan loo abtirinayn fa huwa gundaru weeye ibnu jacfarina daakanaana yuxsaba lagu xisaabiyaa muxamedkii halkan wuxuu rabaa sheekh inuu uga hadlo man huwa muxamed idaa ubhima fii saxiix albukhaari muxamed waa kuma haddii saxiix albukhaari lagu ibhaamiyo oo aan loo abtirin waxaan firinaynaa muxamedku hadduu shucbo uu wax ka qaado oo shucbat ibnu lxajaaj amiiru lmu'miniin fi lxadiis uula jeedaa shucbahe shucbaha hadduu ka qaato in loola jeedo muxamed ibnu jacfar almacruuf biqundar waqad takarara labada sheekhba waa ku soo laablaabteen fii saxiixi muslim kahiiran wa miraaran iyagoo sidan wax isaga qaaday wa can sulaymaana ata bnu jacfari ibnu abi kahiirin la biqundari wa ataa wuu yimid ibnu jacfarin muxamed ibnu jacfarin muxamed ibnu jacfar wuu yimid raawiyan xaal can sulaymaana sulaymaan uu wax ka warinayo wa huwa muxamed ibnu jacfarkaas yimidna waa ibnu abi kahiirin wey laa biqundarin gundarkii maaha iska jiru kuley laa biqundarin wey meesha qundari laa biqundaru waa laxni shicirka xataa saasaa u roon in la hoos dhigo raada si ay isku waafaqaan ataa bnu jacfari laa biqundari si ay isku waafaqaan taasaa shicirka xataa wanaagsan wa ataa wuu yimid muxamed ibnu jacfarin raawiyana xaal can sulaymaana uu wax ka warinayo wax ka qaadaayo waa yimid wa huwa muxamed ibnu jacfarkaasina waa ibnu abi kahiirin laa biqundarin maya gundarkii ma ah weli sheekha wuxuu tawdiixinaa man huwa muxamed idaa uhima fii saxiix albukhaari muxamed waa kuma haddii saxiix albukhaari lagu ibhaamiyo waxaan soo qaadanay muxamedku hadduu shucbo wax ka qaado waxaa loola jeedaa muxamed ibnu jacfar almacruuf biqundar halkanna wuxuu ku sheegay hadduu sulaymaan wax ka qaadana oo la yidhaha xadathanaa muxamedu can sulaymaan sulaymaankaas wuxuu ula jeedaa sulaymaan ibnu bilaal muxamed can sulaymaan ibni bilaal bukhaariga haddii aad ku aragtid waa muxamed ibnu jacfar ibnu abi kathiir ee kii qundarka hadda aan soo marnay ma ah muxamed ibnu jacfar ibnu abi kathiir wey marka wabnu zayaadin can abi hurayra faljumaxi alghaalibu khud taxriira wabnu ziyaadin wa huwa muxamedkii waa ibnu zayaadin muxamed ibnu zayaadaa loola jeedaa idaa rawaa hadduu wax ka wariyo can abi hurayrata abu hurayra hadduu wax ka wariyo ibnu zayaada loola jeeda falghaalibu wabnu zayaadin muxamed ibnu zayaad wabnu zayaadin zayaad idaa rawaa hadduu wax ka wariyo can abi hurayrata abu hurayra xaggiisa hadduu wax ka wariyo falghaalibu ghaalibku khabarkii xaggaa ka dhig saasaa ku wanaagsan falghaalibu ghaalibku aljumaxi waa sheekhii heer jumax loo nisbeeyey
خذ قادو تحريره تحرير هذا العلم علم جن سجدي سقادو سيد الله سجدي أدوغنا أسق وابن زياد ومحمد بن زياد وابن زياد ابن زياد إذا روى عن أبي هريرة هذوح كوريه فالغالب الجمحي وهر جمح مركز سيد غالب قال لب بدن ياهي خذ قادو تحريره تحرير هذا العلم علم جن سجدي سقادو ولشيخ وحكول حجرا من هو محمد محمد كيها ولي قاعدة ديسي إذا أوهم في صحيح البخاري وحن صامر محمد هدو شعبة قادة محمد بن جعفر وياهي محمد هدو سليمان بن بلال قادة محمد بن جعفر بن أبي كثير لولجيه محمد هدنا هدو أبو هريرة وحكا قادة محمد هدو أبو هريرة وحكا قادة مركا وحال لولجيه محمد بن زياد الجمحي سيدة غالبا غالبا مركو كله ياهي غير الغالب نويدع كرتا لكن سيدا غالبك محمد بن زياد الجمحي لولجده هذا الشيخ سنغضه أبو هريرة وإن روى عن الضرير فاعرفه كذا عن سنعان شيخ المعرفة وإن روى محمدك هذا وحكا وريه عن الضرير شيخ إن لولهاها إن لولي هذا وحكا وريه فاعرفه محمدك قرأ كذا وحلم إذا سيدا سوكاله إذا روى عن سنعان شيخ هرسن عاها هدو وحكوري محمد كنا والله إذا شيخ المعرفة شيخ أقنتها أو أمس عبدة عبداء وحكوري ثالثهم شيوخ ذا متكو دي سدحاته عبده في العد تردنا شيوخ ذا كل سدحية ذاك محمد كاسمرك وحنون نغن سدح ذا حالبا محمد بن سلام هو البيكندي محمد بن سلام البيكندي ونون نغن أمركاس وإن روى محمد كو هدو وحكوري عن الضرير الشيخ إن دولهاها فعرفه محمد كقرو كذا سداس وكلا إذا روى عن السنعاني شيخ هر سنعلو نسبيي هدو وحكوريو سنعلو نسبيي شيخ المعرفة وقنت شيخ إذا هدو وحكوريو أو أمسي عبدة أما عبدو وحكوريو ثالثهم ثالث الشيوخة شيوخ دمتكو ذي سدح هذا في العد تيرادنا كو سدحية ذاك محمد كاسي مركاسي محمد بن السلام هو محمد كو سلامنا البكندي بكندي ماشي ويري بكندي ويسيد صوابك أو بعض وحا كوحيغا يا يا كوحيغا سيد صوابك بكندي هذا شعر كو ايا لنا لمده كرو شعر كنفتي سو اغو توسي لها هذا يا ذا الله آخريو شعر كنفتي سو نغم اجيبا يو بكندي بكندي شيخ وحربا ولي انو هدنا كسيكا لسارو من هو محمد اذا اوهم في صحيح البخاري محمد واكما هدي لغو إبهاميو صحيح البخاري قديه إيسا وحن سامرني محمد عن شعبة هدوية هاي ومحمد بن جعفر الغندر محمد عن سليمان بن بلال هدوية هاي محمد بن جعفر بن أبي كثير محمد عن أبي هريرة هدوية هاي ومحمد بن زياد الجمحي محمد ما أنت هدو وحكوريو الطريركي شيخ إن الله هدو وحكوريو وإن الله محال وجد أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي تكرر كثيرا ومرارا في صحيح البخاري في صحيح مسلم الليالي هذو ضرير كاو حكوريو أبو معاوية محمد بن خازر الضرير الكوفي هذي محمد كاو حكوريو أو تسال هل ويراه حدثنا محمد بن كير بخاري حدثنا محمد عن أبي معاوية إلا عن الضرير أصيغ ما بقول هاي عن الضرير ما بكون جرته صحيح البخاري وحولج إذا شاهو هذي الله إذا أقول لي راه حدثنا محمد عن أبي معاوية ساسو استعمال البخاري حدثنا محمد عن أبي معاوية صاحب البخاري قال لقوا محمد كا وحلوا لجدا مركز محمد بن السلام البيكندي بيكندي بيكندي هو حوية وبلدة من مرحلة واحدة إلى البخارى ماشي الشيخ وكل شيء إمام البخاري البخارى اللي يجري أيوة حيوجرتها تقريبا أفرتن كيلومتر أفرتن كيلومتر تقريبا وحيوجرتها بخارى بيكندا ماشي الشيخ اللي نسبي شيخ الله بعد ونقول هذو صنعاني محمد كوا حققات سنعاني سنعاني محلو لجهد عبد الرزاق بن همام السنعاني تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم هدوك قال عبد الرزاق بن همام السنعاني وأوك يراه حدثنا محمد عن عبد الرزاق حدثنا محمد عن عبد الرزاق غالبا ساسو استعماله يسوي شيخه حدثنا محمد عن عبد الرزاق دي لو يراه وحنده إن أمرك محمد كمحلو لجهد محمد بن السلام البيكندي ساسو لجهد شيخ السدحاد وعبدة عبدها وحولج إذا محمد كهدو حققات عبدة بن سليمان تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم محمد هدو كقات عبدة بن سليمان وحولج إذا هدنا
محمد بن سلام البيكندي وهذا نقول جدا سدح هذا حاله ضد بوح نون غنا بيكندي ونون غنا مركز. وعن أبي هريرة محمد هو ابن سيرين الفتى المسدد. وإذا روى محمد عن أبي هريرة ولي محمد كيا سعدة محمد هدو أبو هريرة وحكا قاته هو محمد كوا ابن سيرين الفتى شيخ قال انت يراوي المسدد إلا توسيي وإلهي وصواب كوافجيي. وإذا روى محمد محمد هدو وحكا وريو عن أبي هريرة هدو وحكا وريو هو محمد كيا سبحان الله يحو الشيخ ولجدا محمد بن سيرين محمد سيرين مو دغادين كان سيرين سيرين واي والله حني محمد بن سيرين هو ابن سيرين هو ابن سيرين شعرك حتى اوو توسي لها عيالي هو متف نسي نسي داس نحن نقول علم متفعل انت ودمستران واي غير اوو توسي لها شعرك حتى مركه لحني ان صحيح بارينا هو ابن سيرين اساسا كسخانينا هو متف سي هو نسي نسي هذا سكو قبنا ميزانك مركا نسي هو متف نسي علن علن إنه قنا المركا نسي سد هذا سكو قبنا نسي وعلن لكن ميزانكنا نوع أنسحاب نوع أنسحاب دنا ورسول الله نحن سياح بارينا. وإذا روى محمد هذو حواريو عن أبي هريرة هذو حكقاته هو محمد كمركا وحلنا هاي محمد بن سيرين ولجد الفتح المسدد شيخ قال أنت يرايو ولا توسيي أيان ولجدنا ولت وحنوس على توضيح محمد البخاري هدي الغويب هاميو من هو محمد إذا وهم في صحيح البخاري وحنفرين إن الشيخ يسهدو أبو هريرة النقضاء بعد مركز النقضاء تابعي وينا محمد بن سيرين أيون النقضاء مركز وابن مقاتل أتى في المروزي ابن المبارك عني تحترزي وابن مقاتل ومحمد بن مقاتل أتى إذا أتى هدوي ماذا محمد بن مقاتل مايا وهو دمرك خبر سو قدر مبتدا سو قدر وهو محمدك ومحمد بن مقاتل ننغن أتى إذا أتى هدوي ماذا محمد في المروزي في رواية المروزي رواية المروزي هدوك يماذا وحن لنا هو محمد بن مقاتل عنيت وحن ولجيدا مروزي مركان كليه ابن المبارك عن ولجيدا مفعول مقدم عن كرغن كرغن ابن المبارك ننت عنيت وحن ولجيدا ابن المبارك عن ولجيدا عبد الله بن المبارك احترز كدورسو عن الخطا في الاسناد اسناد كان اسكو خلطو اسكا الاليو سداس وحو كلا سارو شيخ كليه رحمه الله تعالى وهو محمد كو ومحمد بن مقاتل اتى اذا اتى هدوي ماذا في روايه المروزي عنيت وحن ولجيدا ابن المبارك عبد الله المبارك عن ولجيدا احترز عن الخطا في الاسناد اسناد كان قفكو سميسو اسكا الاليو قاعده سدا وحق دور ولي وحن كجرنا من هو محمد إذا وهم في صحيح البخاري محمد واكما ولي هذه صحيح البخاري لو إبهاميه وحكوا الشيخ محمد هدو الشيخ يسون نقض مروزي مروزي وحول جد عبد الله المبارك المروزي عبد الله المبارك المروزي هدو الشيخ يسون نقضه حدثنا محمد عن ابن مبارك ليرا أما عن عبد الله المبارك ليرا محمد كلا إطلاقه وحلنون نقنا مركا محمد بن مقاتل أيالو لجد محمد بن مقاتل. وإن روى عن جابر المشتهر فسميا أباه بالمنكدر. وإن روى محمد عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي قاس هدو محمد شيخي سوء النقض الصحابي قاس جابر كاسو المشتهر عنك أها صحابي عنك مشهور كأها هدو شيخي سوء النقض فسميا أباه أبيها محمد أبيه مركا كوما قاع فسميا ويماشا أقول لحني هدنيه فسميا بكسر الميم فسميا أباه محمد كأبيه سكما قعاو بالمنكدر محمد بن المنكدر التابعي الجليل سيد التابعين في عصره شيخ سمرك أولا جيدا ولو حان كجرنا من هو محمد محمد واكما إذا أفهم في صحيح البخاري محمد كوحو كبير الشيخ رحمه الله تعالى هدو وحكاقاتو جابر بن عبد الله الأنساري مركا أبيه سوحادو أبترسا منكدر على ليدي أبيه ومنكدر ووحان لنا مركا محمد بن المنكدر سيد التابعين في عصره أيال لو لجي ده لنا مركا. في ابن مبارك أتى محمود هو ابن غيلان الفتى المحمود أتى إذا أتى محمود محمود هدو يمادو
في ابن مبارك في رواية ابن مبارك ابن مبارك رواية سدو محمود كوي مادو فهو محمود كاسي ابن غيلان على لولجه ذا الفتى المحمود شيخ الألنت يرايو لما هدي علم جيسة أي على لولجه ذا أتى إذا أتى محمود هدوي مادو في ابن مبارك في رواية ابن مبارك في ابن أنسكالنا مشهد أيضا اللحن يكو قراني في ابن مبارك في رواية ابن مبارك رواية عبد الله مبارك هدو كوي مادو فهو مركز محمودك ومحمود بن غيلان الفتى المحمود الشيخ اللي انت يرى وعلمك سلم هدي أي مركز الولج هذا هذا نوحه قال الشيخ من هو محمود محمود وكما إذا أبهم في صحيح البخاري صحيح البخاري هدي له إبهامي وحد فيرنا الشيخ يسا هدون نقض حدثنا محمود أما أخبرنا محمود يسيق كلبة سيغا نسكسوا قبلنا أخبارك يتحديثك يصماع عن عنادة كل سيغ الأداء سيغة التحديث كل واسلمت هدي الوراه حدثنا محمود عن ابن مبارك نحن قال إن مركة شيخي سمر بصومن وقال عبد الله المبارك محمود كاسي ومحمود بن غيلان المروزي يساقنا واشد شيخي سوكر هير مراوزوي وعلمة مراوزة لها هير مروزوي يساق شيخي سوى محمود بن غيلان المروزي سيد عبد الله المبارك بن هرمروز وياه مراوزو مضرف يروي عن الشعبي فمن الضريف سمي بالكوفي مضرف مضرف يروي إذا يروي هدو حكورنا عن الشعبي شعبي عامر بن شراحيل الشعبي شيخي إن بدنا صبر أنا كتاب صحيح مسلم شعبي هدو حكورنا فمن الضريف فسمه مضرف كمركا كو مغاو ابن طريف ابن طريف مركا كو مغاو فسمه ابن طريف سميها لو مفعول قادنيسه بل مفعول كي انو كدغنو مفعول كي انو غدغينا ابن وان كردغينا فابن طريف فسمه ابن طريف كو مغاو مركا بالكوفي وانسبه بالكوفي كوفه مغالده ليرانا ونسبه مركا ودنكا كوفو كسو جيغانا شيخ هده من هو مضرف مضرف وكما إذا أبهم في صحيح البخاري هذه حدثنا مضرف لسكيرا وأبهنا على الشيخين محل رجدا وحد فيرنا الشيخ إيسا هذه بلغيراهم حدثنا مضرف عن الشعبي ساس هذين عدو وحد لذا مركا وحل رجدا مضرف ابن الطريف مضرف ابن الطريف تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم وثاني جده هو الشخير في ابن حسين يعرف الأخير وثاني مدك اللباد مضرف لباد وثاني مد لبادنا مضرف لبادنا جده مضرف كاللباد أووغي هو الشخير مضرف كاللباد أووغي ساقنا هو الشخير يعرف الأخير مدك نقدم بأي وأن لأنه أووغي سا شخيرا وحال قرطا في ابن حسين في رواية ابن حسين وهو عنك يهي رواية ابن حسين أي عنك يهي مركا ولو حصل من هو مطرف إذا أطلق أو أبهم في صحيح البخاري في صحيح البخاري الوجود الأقوام الوجود بهاميو محله لجدا مطرف ومطرف كلا بعده وعكر الشيخ كان يوحو عنك يا هاي هذوب الشيخ يسون غضو ابن حسين ابن حسين محله لجدا وعمران ابن حسين الشيخ يسون هذو نغضو عمران ابن حسين عمران ابن حسين هذو الشيخ يسون غضو مركا أوجيس مطرف كوه نغنا شخير وأبيسنا تنوما الشيخين أبيس هو اسكام مشهور صحيح مسلم كي ساقنا نقص ولا لا بجري ومضرف ابن عبد الله ابن الشخير الراوي عن عمران ابن حسين ساسا مركا تكوز توضيحين وتكو عدين منصور وثقه يسمى الحجبي عن أمه والظاهر لم يصب منصور المنصور وثقه منصور المنصور يسمى خبر كي هلكاس ان كدغنو او وثقنا جمله معترضه عن اعرابناه مبتدئ خبر كي سو كلا دخ غشاي منصور المنصور يسمى وحا لوو مغعابا الحجبي هر حجبي لو نسبيا ونسبتي سي هذا مغعي سمان نسبه ولا جيدا شيخه منصور يسمى وحا لوو مغعابا الحجبي منصور الحجبي الليره اذا روى عن امه هويدي هدو وخ كواريو marka ka badi wathiqo dhimar وثقه منصير كان توثيق يا شيخ راجح وحديث كيس لقادن كرو كدغ والظاهر الشيخ ظاهر المذهب كيس لو نسبينا لم يصب شيخ ظاهره ما اصيب في تضعيفه شيخ المركو ضعيفين اي
ma uusan xaqii ma asiibinoo waa daciif daahirigu marka uu leeyahay mansuurku waa daciif oo markaa wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu uga hadlo man huwa mansuur idaa ubhima fii saxiixi albukhaari mansuur waa kuma haddii kitaabka saxiixi albukhaari dhexdiisa lagu ibhaamiyo mansuur haddii la ibhaamiyo sheekhiisaad fiirin haddiiba sheekhiisu uu hooyadii noqdo oo lagu yidhaaho mansuurun can ummihi marka waxaan leenahay waxaa loola jeedaa mansuur ibnu cabdiraxmaan alxajabi takarara kaiiran wamiraaran fii saxiixi muslim in badana kitaab ku soo qaadan jirnay weligiina saasuu u badnaan jiray mansuur can ummihi mansuur can ummihi mansuur can ummihi saasuuba u badan yahayo waa kaiiru riwaaya can ummihi inta badan hooyadiisu wax ka qaataa waa mansuur ibnu cabdiraxmaan alxajabi hadduu hooyadii wax ka wariyo sheekhuna wuxuu yidhi tawthiiqi sida inta badanba rijaalu ljarxi waaltacdiil ay u tawthiiqiyaan mansuurka haddee marba hadduu rijaalu lbukhaariba uu ka mid yahay waa miman jaawasa alqandara yucaddu miman jaawasa alqandara waxaa lagu tiriyaa dadkii buundadii ka tallaabay yacni qandara waxaa loola jeedaa waa qandaratu taftiish buundadii rijaasha lagu fatashi lahaa waa kuma hebel la dhihi lahaa waaba ka gudbayba rijaal lbukhaari waa ka gudbeen buundadaas in su'aal layska weydiiyo maba ahaba marba hadduu ictimaaday imaam albukhaari raximahu llahu tacaala hadduu ictimaaday sheekha marka wuxuu soo naqliyey qowl daciifa oo aan laga wanaagsan yahay oo sheekha daahiri uu ka soo guuriyay daahiri wuxuu ula jeedaa sheekhii la dhihi jiray ibnu xasmi daahiri sheekh ibnu xasmi daahiri macruufka ahay ibnu xasmi daahiri ayaa daciifiyey oo wuxuu yidhi laysa bilqawiyi mansuur ibnu cabdiraxmaan alxajabi alraawi can ummihi laysa bilqawiyi ma xoog badnuu yidhi taasu marka radiyo sheekhu yidhi wadaahiri lam yusibi daahiri ma uusan asiibin hadalkaas hishaamu in can ibni siriina rawaa aw wakhtihi fada bnu xasaana istawaa hishaam qaacidadii hishaamuu galay hishaam qaacidadiisii ayuu galay hishaamu hishaam in rawaa can ibni siriina ibnu siriin xaggiisa hadduu wax ka qaato aw wakhtihi ama ibnu siriin walaashii uu wax ka qaato fadaa hishaamkani waa hishaam ibnu xasaana istawaa haakada ay ictadala haakada saasuuna u sinaado saasuu ku toosay qaacidadiis hishaam hishaamu hishaam in rawaa hadduu wax ka wariyo wax ka qaato can ibni siriin aw wakhtihi ama ibnu siriin walaashii uu wax ka qaato fadaa hishaamkani waa ibnu xasaana hishaam ibnu xasaana loola jeedaa istawaa haakada ictadala haakada saasuuna ku toosnaaday oo qaacidadiisa ay ku toosan tahay hishaamka qaacidadiisii uu galay sheekha man huwa hishaam idaa ubhima fii saxiixi albukhaari waa kuma hishaam haddii saxiix albukhaari dhexdiisa lagu ibhaamiyo fiiri sheekhiisa ilaa baabka dhanba wuxuu ku caqidnaaba rijaal lagu garanayo shuyuukhdooda shuyuukhdooda lagu garanayo hishaamka hadduu sheekhiisu noqdo maxamed ibnu siriin ama walaashiis uu noqdo maxamed ibnu siriin walaashii uu wax ka qaato markaa wuxuu noqonaa hishaamku hishaam ibnu xasaan saasuu noo noqon waana in badan qaacidadaaba ku soo qaadan jirnay kitaabkeennii saxiix muslim aan ku soo qaadan jirnay can anasina wibnu zaydin ilbahi ama bnu curwata rawaa can abi wabnu zaydin albahi wa idaa rawaa hadduu wariyo can anasin anas xaggiisa hadduu wax ka wariyo huwa markaas hishaamku wa ibnu zaydin albahi hishaam ibnu zaydin albahi ay wanaagsanaawu ama bnu curwata amaa hishaam ibnu curwa rawaa huwa ibnu curwuhu asagu wax ka wariyaa oo ka qaataa inta badan can abih aabihiis biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu famaa dalam idaa rawaa hadduu wariyo hishaam can anasin anas xaggiisa hadduu wax ka wariyo huwa hishaam wa idaa rawaa wa idaa rawaa wa idaa rawaa can anasin hadduu wax ka wariyo huwa hishaamku markaa waa hishaam ibnu zaydin albahi ee wanaagsanaa amaa ibnu curwata hishaam ibnu curwa rawaa can abih aabihiisu wax ka wariyaa oo luqatu naqsi uu isticmaalayo xuruufta dhammeeduba iska jarjaraba waa luqo mashhuura sheekhu weli wuxuu ku dhex jiraa man huwa hishaam idaa ubhima fii saxiixi albukhaari waa kuma haddii la ibhaamiyo hishaam waxaan soo qaadanay hishaam hadduu maxamed ibnu siriin ka qaato ama walaashii uu wax ka qaato markaa in loola jeedo hishaam ibnu xasaan hadduu marka anas wax ka qaatana anaska markaas yacnii waxaa loola jeedaa saas hishaam hadduu anas wax ka qaato
مركا وحال ولجدا وهشام بن زيد ابن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركا هشام كوحنون غنا من نسل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع عيسي ومركا نون غنو وانكسو قادن جرني كتابك صحيح مسلم مركا وهشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركا وحاوو النصغنا يا أنس بن مالك يا أوو النغنا يا مركا لكن هدي أدركتي دو كوير الشيخ بخاري قد كو أركتي هشام أولا إطلاقو هدنا أبيس وحكا قادنا هشام عن أبيه أيضا الولية حدثنا هشام عن أبيه مركا محلو لجيدا هشام بن عروة بن الزبير هشام ابن عروة بن الزبير أي لجيدا الشيخ ودستوى شيخه إن أبهما قتادة أيوب أو يحيى تما ود استوائي وهو ود استوائي وهشام كي دستوائي قاها شيخه إن أبهما وإن أبهما انت اسكو قبو وإن أبهما ألفتان واسكالف الإطلاق النائب الفاعل كوحانو علين إنه هشام كي وإن أبهما هو هشام كي هدين لإبهاميه أد استوائي هو ود استوائي ود استوائي أو شيخه شيخي سنة قتادة أويهي أيوب أو أيوب أويهي أو أمس إنتما شيخه نسبة شيكته يحيى إلى يحيى يحيى ونسبة شيكته شيخي سنة وإن أبهما هشام كهدين لسك إبهاميه هو الدستوائي وهشام الدستوائي قرم الله كين والحالة الإبهامية شيخه شيخي سنة قتادة أويهي أو أيوب أويهي أو إنتما يحيى إلى يحيى أما شيخي سنة يحيى ونسبة شيكته هل كان ولي وحو ذا شيخه من هو هشام إذا أفهم في صحيح البخاري هذه اللي بهاميه هشام كوحن سوق هذا هشام عن ابن سيرين هشام عن أخته هشام بن حسان بن القناي هشام عن أنس الدوي هنا وهشام كي أنس بن مالك أو هو هانجر هشام بن زيد بن أنس بن مالك ساس إن له لجيده هذه مركة هشام كهذا مركة اللي بهاميه شيخ سنة النقض قتادة قتادة بن الدعامة ولجدة قتادة صحيح مسلك أنا وصل لالات قتادة بن الدعامة ولجدة قتادة بن الدعامة هذو شيخ سنة النقض أما أيوب شيخ سنة النقض وأيوب كان صامرني أيوب يا أيوب السختياني أيوب السختياني ومن شيوخ إمام مالك نكمل هنجري شيوخ إمام مالك وكقعد هنجري أما الشيخ يسوع النقض يحيى يحيى أنا بقول جدا يحيى بن أبي كثير سد حلا سدوه هشام كشيخ النقض هشام عن قتادة وقتادة من الدعامة هشام عن أيوب أيوب السختياني هشام عن يحيى ويحيى بن أبي كثير مركب محل النهاي وهشام الدستوائي البصري هشام الدستوائي البصري وابن جريج معمر جاء عنهما ذاك ابن يوسف يخص فيهما جاء إذا جاء وابن جريج هو معمر جاء إذا جاء هشام كهدوي ماذو عنهما ابن جريج هي معمر لبضى حقه ذا هدو كي ماذو يعني هدو كي ماذو حول الجيدة هدو لبضى الشيخ وذو النقضو شيخ يسو هدو لبضى النقضان ذاك هشام كاسي وهشام ابن يوسف شعر كوسدا ويال هشام بن يوسف او ما لنصرف هشام بن يوسف او يخص هشام كوالا غاريلا فيهما لبدا شيخ ايا لو غاريلا هو وابن جريج معمر شيخ هو ولي وحو كدح جرا من هو هشام اذا ابهم في البخاري وحو كيري وابن جريج ابن جريج ايو معمر ومعمر معمر جاء إذا جاء هشام كو عنهما لبدا حقودا هدو كيما لبدا وحكوري ولجهدا ذاك هشام كاسي وهشام بن يوسف يخص هشام كفيما لبدا شغل لحدودا أيا مركز لغو خاسيلا وحكولا يا شيخ رحمه الله تعالى هدي هشام كالاسكيد لاغو هدانا الشيخ او نغضو ابن جريج ابن جريج وحكاقاد أما الشيخ يسوح نغضي معمر معمر بن راشد ولجهدا هي معمر بن الراشد أما ابن جريج هدوه هشام كو وحكا قادو مركا محول جيدا إمام البخاري رحمه الله تعالى وحول جيدا هشام ابن يوسف تاسول جيدا لبدا بهدو وحكا قادو هشام ابن يوسف مركا انت أسان نهيسنا هدو وحان هنا هشام ابن حسان إيه هشام ابن زيد إيه هشام ابن عروة إيه هشام الدستواء البصري إيه هشام ابن يوسف ساس كتب ذي شيخ رحمه الله تعالى همام بن يحيى عن قتادة وابن المنبه عن أبي هريرة
همام ابن يحيى هو همام همام هو همامك وهمام ابن يحيى إذا روى عن قتادة قتادة هدو وحكوريو وهو همامك وهمام ابن المنبه إذا روى عن أبي هريرة هدو أبي هريرة وحكوريانا وحلنا همامك وحلو الجد همام ابن المنبه صاحب الصحيفة كان عمدك الله بعد صحيفة بضان وكقاتي وكبرتي أبو هريرة علم قيسي وكأرور صدبا همام هو ابن يحيى إذا روى عن قتادة هدو وحكوريو وهمام ابن المنبه ابن المنبه إذا روى عن أبي هريرة هدو أبو هريرة وحكا قاته من هو همام إذا أوفم في صحيح البخاري يقول نقنا همامك همام قال هشام هدنا وكسوا بحيه همام وكما هدي الإبهاميو صحيح البخاري لحي سلقو إبهاميو شيخ سفير يكوير هدو شيخ سنقضو قتادة همام كاسمرك وحنونو وقتادة بن الدعام ولا جلاه قتادة بن الدعام هدو شيخ سنقضو همام كاسمرك لنا وهمام بن يحيى هدي لك سعيد وانسبا للتيمي وعن أبي زرعة يحيى وإذا روى يحيى هدو وريه عن أبي زرعة أبي زرعة هدو وحكا وريه سمه فسمه يحيى وحد كم قعودا مركا ابن سعيد يحيى ابن سعيد وانسبا النسبين انسبا هو يحيى ابن سعيد وحد نسبيسا للتيمي وواحد ترى يحيى ابن سعيد التيمي ده وإذا روى يحيى هدو وحكا وريه عن أبي زرعة سميه فسميه كما قعو مركز يحيى ابن سعيد كما قعو يحيى ابن سعيد وانسبنه للتيمي هير تيمنا ونسبه وحب الله بيها دنا توضيح يتمييزك يحيى يحيى هدنا بل إنو تمييزيه كسو فربطي كتابك صحيح البخاري قادو فربطان واحد في رساله كورو شاخة من هو يحيى إذا أبهم في صحيح البخاري شيخي سفيريو هدو يحيوه شيخي سو النقضاء أبي زرعة وحدثنا يحيى عن أبي زرعة أتكواركتد وحنوغاني نامرك يحيى إن لو لجهدو يحيى بن سعيد ابن حبان التيمي يحيى بن سعيد ابن حبان التيمي إن لو لجهدو يحيى بن سعيد ابن حبان التيمي أي لجهد شيخ مركز وإن أتى عن أنس أو عمرة فذاك الأنصاري إمام الخبرة وإن أتى يحيوه هدو يمادو عن أنس راويا حاله وحكا غاتي عن أنس أو عمرة أما قبرنا عمرة اللي راه وحكا غاتي فذاك يحيى هاسي والأنساري مركز يحيى بن سعيد الأنساري القاضي مدينة قال لي مدينة مركز نون نغن إمام الخبرة إمام كي خبرة لها علم كي خبرة لها لها وين تاهدوي ماذا يحيوه راويا حال عن أنس وحكا غاتي أنس أو عمرة أما قبرنا عمرة اللي راه حقا وحكا غاتي فذاك يحيى هاسي الأنساري إمام الخبرة إمام كي خبره من هو يحيى إذا وهم في صحيح البخاري ولكل حجر الشيخ رحمه الله تعالى يحيى الشيخ سهدو النغضو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدو الشيخ سهدو حدثنا يحيى عن أنس يحيى اسمه حال لنهي وأنساري يحيى بن سعيد الأنساري قاضي المدينة سهدو النغض المركز وحلم إذا هدو عمره وحققاته وعمره بنت عبد الرحمن الأنسارية تكررت كثيرا ومرارا في صحيح مسلم أحبادنا قبرنا كسام الرسالة مسلم كأيدنا سنعاني أو وكيع عنهما روى يحيى بن موسى البلخي بالعلم ارتوى سنعاني سنعاني أو أمس وكيع روى يحيوه عنهما الله وضع الشيخ هدو يحيوه وحكوري روى يحيى يحيوه هدو وحكوري عنهما الله وضع الشيخ حقه وحكوري فهو يحيى هاسي ويحيى بن موسى البلخي ارتوى وعكنا ذو حكدر قيب العلم علمي يحيها سكع كنادي وسكت تمام البيض بيض كورا ما يشتري سنعاني أو أمس وكيع روى يحيى هدو وريو عنهما الله وضع الشيخ حقه ذو وحكا وريو فهو يحيها سوى يحيى بن موسى البلخي ارتوى وحكدر قي بالعلم يحيها سي علمي يكدر قي شيخ رحمه الله تعالى من هو يحيى ولي وضع سؤال شاسو كجواب ولي من هو يحيى إذا أوهم في صحيح البخاري يحيى وحكويري هدي سنعاني هو وحكا وريو سنعاني حولجدا عبد الرزاق ابن همام السنعاني عبد الرزاق ابن همام السنعاني هدو وحكا وريو حدثنا يحيى عن عبد الرزاق إلا عن سنعاني ما بدها يو بخاري ما يستعماله نسبة داس عكولي يسو يحيى عن عبد الرزاق اسكلي يا شيخ حدثنا يحيى عن عبد الرزاق هدي اللي ويراهو مركا وحان لان يحيوه حشيخ ولجدا يحيى ابن موسى البلخي يحيى ابن موسى
البلخي وعلى مدى هدي حدثنا يحيى عن وكيع أذكرك تسحيه البخاري ووكيع ابن الجراح ابن المليح يقول كذا وكيع ابن الجراح ابن المليح هذا شيخ سنغضنا يحيى سوى يحيى ابن موسى البلخي وعن أبي حازم جاء يعقوب الإسكندراني القارد منصوب وجاء وإذا جاء يعقوب يعقوب هدوي ماذا راويا حال يعقوب وحققاتي عن أبي حازم يعقوب هدي أبي حازم وحققاته فهو الإسكندراني وإسكندراني وقال الإسكندراني له نسبي القاري وقاري ذا مت كان ويعقوب كأه منصوب وله نسبي هكذا سدى صدى أنه نسبيني أي اللغو أبتريا وجاء وإذا جاء يعقوب وهدوه ما ذو راويا حال عن أبي حازم وحققاتي فهو الإسكندراني القاري إسكندراني القاري هو ذا مت كان منصوب هكذا ساس الله نسبيا وهذا أنصوشيقني أي يعقوب كالله نسبيا من هو يعقوب إذا أبهم في صحيح البخاري يقول نقنا يعقوب هدي الله إسكي بهم صحيح البخاري حدثنا يعقوب عن أبي حازم هذا رفتيته الشيخ يسوع أبي حازم بقول نقضه يعقوب كحلو لجد يعقوب الإسكندراني يعقوب الإسكندراني حلو يعقوب ابن عبد الرحمن القاري الإسكندراني تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم يعقوب ابن عبد الرحمن كيو ثم رجرني وابن الجبير يونس في ابن عمر عن حسن أو ابن سيرين اشتهر ويونس يونس ابن الجبير في رواية ابن عمر رواية ابن عمر لحد هذا حاله كسوغن يا يونس اشتهر وحا شهره عن نغضي ابن عبيد نعان نغضي عن حسن حسن حقسو كشهره بي أو ابن سيرين أما ابن السيرين حقسو كشهره بي ويونس يونس ابن الجبير ولجهد البخاري يونس ابن الجبير أي ولجهد في رواية ابن عمر حاله كسوغن رواية عبد الله ابن عمر اشتهر وحا شهروبي ابن عبيد عن حسن او ابن سيرين حسن حقه كشهر حقيسو كشهروبي اما ابن سيرين حقيسو كشهروبي هل كان نوحر واشيخ انو كجواب من هو يونس اذا اهتم في صحيح البخاري يونس ادنوا كما هدي صحيح البخاري لقو ابن شيخ سفيري هدي لوري حدثنا يونس عن ابن عمر يونس ادو عبد الله بن عمر وحكا غادي مركب حلو لجدا يونس ابن الجبير الباهلي أبو غلاب البصري من رجال الجماعة وجماعة دمبا وحبيك وريان وبخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كل وحبيك وريان رجال الجماعة ليرة شيخ يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب من رجال الجماعة ساسو ننقنا مركز هدي عبد الله بن عمر وشيخي سنقضه هدي لكن أد بخاري كو أركتد يونس عن حسن يونس عن حسن مركز وحنون ننقنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد البصري أي مركز نون نغن وحلم إذا حسن كاد مركز وحول جدا سكجر حسن البصري هو تابعي وين أول جدا هدو الشيخ يسوع حسن البصري نقض يونس كا يونس كا مركز وحول نغنا يونس بن عبيد هدو يونس كا الشيخ يسوع نقض ابن السيرين حدثنا يونس عن ابن السيرين هدو ابن السيرين كوحول جدا محمد ابن السيرين هدنا وحول نون نغنا يونس كاسي يونس بن عبيد لبضبا لبضح على وضبه نون نغنا يونس بن عبيد ابن عبيد وعن الزهري ذا ابن يزيد سمي بالأيلي وذا مثل كان يونس كان ابن يزيد راويا حال وحكورنا عن الزهري هدو زهر وحكورنا يونس بن يزيد سميه كما قعوا بالأيلي أيلي سمي وحورجه ذا بمعنى انسبه النسبة الأيلي ما قال هذا أيلي اللي يراه النسبة وتنو وحورجه ذا شيخة ولتوضيح من وحك جوابي ولي من هو يونس إذا أبهم في صحيح البخاري وعن صامر الشيخ يسعد عبد الله بن عمر نغضه ويونس بن جبير شيخ يسعد حسن البصري نغضه أما محمد بن سيرين نغضنا ويونس بن عبيد هذا هو حنوه هرسن شيخ يسعد نغضه إمام الزهري إمام الزهري هدو حقق هذا يونسكو مركب وحنو نغضنا يونس بن يزيد الأيلي تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم الله سبحانه وتعالى.